بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الحفل الكريم، نحييكم أجمل تحية، وهذه الانطلاقة السابعة لشوط الحقائق الكار، انطلاقة موفقة لجميع الأخوة الذين شاركوا بهذه الانطلاقة. هذه لحظات أيها الأخوة، المشاركة للأخوة ملاك الأجن الذين يشاركون على هذه الأرضية ومن ميدان الشهيد الشيخ فهد الأحمد الصباح رحمه الله وطيب الله. هنالك مشاهدينا الكرام، مقدمة هذا الشوط عن شعار سيد محسن بن صالح المري، اللي هي الفائزة لمحسن صالح المري في أول المراكز مشاهدينا الأعزاء، لكن أرى التغيرات الجارية على مقدمة هذا الشوط عنيدة الحثلين بن سبعان العجمي اللي تحتل المركز الأول، بينما نرى مشاهدينا الكرام اللي يليها مباشرة الفائزة لمحسن صالح بن عيسى المري اللي في ثاني المراكز المركز الثالث. هناك الحاكمة لمحمد بن علي بن زايد المري في ثالث المراكز المركز الرابع. نشمية لمحمد بن جاسر الهاجري، هي تحتل المركز الرابع مشاهدينا ومستمعينا الكرام، بينما نرى اللي تتدخل في هذه المنافسة حاملة رقم 79 مرعوشة للسيد مشرف بو ناصر العبداني. هذه مشاهدينا الأعزاء المنافسة. المنافسة مشاهدينا الأعزاء في هذه الانطلاقة والمنافسة على انطلاقة هذا الشوط. هنالك أيضا العنود للسيد جابر بن مسعود بن بنا المر اللي تحتل المركز السادس، وأيضا أرى هنالك أيضا المشاركة اللي هي موزة لعباس بن عبد اللطيف الطارش اللي تحتل المركز الخامس، وعينها على المشاركة والمنافسة بهذا الشوط. هنالك نعود مع مقدمة الشوط، نعود والعود أحمد بإذن الله تعالى مع المشاركة ومع المنافسة بهذه الانطلاقة المتميزة. هنالك لازم نتواصل معكم ومع المنافسة مع حبيبة لسالم بن فالح الهاجري اللي تحتل المركز الأول مشاهدين الأعزاء، وعينها على مقدمة الشوط. وهذه المشاركة والمنافسة لمشرف بو ناصر العبداني. هنالك على ظهر مرعوشة لمشرف بو ناصر العبداني تحتل المركز الأول، والعنود واصلة لجابر بن مسعود بن بنا المر اللي تحتل المركز الثاني، وأرى أيضا مشاهدينا الأعزاء هنالك حبيبة لسالم بن فالح الهاجري، وهنالك الانطلاقة مشاهدينا الأعزاء، هنالك الانطلاقة لمرعوشة للسيد مشرف بو ناصر العبداني اللي تحتل المركز الأول وتسيطر كل السيطرة على مجريات هذا الشوط. انطلاقتها إلى مقدمة هذا الشوط مشاهدينا الأعزاء، هنالك المركز الثاني أرى حبيبة لسالم بن فالح الهاجري والعنود في المركز الثالث لجابر بن مسعود بن بنا المري، لكن نلحق في مقدمة الشوط هذه مرعوشة بالفعل لمشرف بو ناصر العبداني تحتل المركز الأول، وانطلاقتها إلى مقدمة هذا الشوط والمنافسة القوية بالفعل بدون أي منافس مشاهدينا الأعزاء. هذه مرعوشة بحفظ الله ورعايته تصل إلى خط النهاية، مرعوشة بالفعل للسيد مشرف بو ناصر العبداني. تهانينا والناموس لحظات الوصول، هذه لحظات وصول مرعوشة بالفعل إلى خط النهاية. تهانينا والمبروك انضم لها السيد عبد الرحمن بن مشرف. هذه لحظات وصول مرعوشة إلى المركز الأول، المركز الثاني العنود لجابر بن مسعود بن بنا المري، المركز الثالث حبيب سالم بن فالح الهاجري، المركز الرابع حافظ رقم 78 اللي هي حثلين بن سبعان،
على ما اعتقد ان هي مشاركتها ايضا بهذا الشوط. اذا تهانينا والف مبروك للسيد ابشر ناصر العبداني على فوز مرعوشه في المركز الاول. تهانينا والف مبروك، استودعكم الله بالشوط القادم.